لأنك الغالي ابن الغالي، ولأنك عريس الوطن وحبيبنا، ولأنه عرسك غالي علينا كلنا. حبينا نبارك لك ونقول لك يا رب تتهنى وتفرح، ويا رب تشوف على وجهها الخير. ألف مبروك يا الغالي، مبروك لسيدنا أبو حسين وست أم حسين، مبروك للوطن. مني أنا حمزة القيسي رئيس مجلس إدارة القبة الإعلامية وكافة كوادرها.